المعلق الجزائري حفيظ دراجي يفاجئ أبو تريكة بزيارة والدته وأبو تريكة يرد. عقدوا العزم أن تحيا الجزائر. في البداية برحب بيكم، بقول لكم منورين وكل سنة وانتم طيبين. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو أول مرة بتشوفونا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. الحقيقة أن أنا كنت أخدت رأيكم قبل كده في تغيير اسم القناة، بس للأسف هضطر أن أنا أغير القناة باسمي لأسباب كتيرة لازم أن أنا أسميها محمود حجازي. أول حاجة عشان التوثيق، وتاني حاجة علشان في قنوات كتير جدا باسمي، وتالت حاجة لما حد بيبحث عليا باسم القناة ما بيظهرش، ورابع حاجة أن في موقع باسم القناة، لو حبيت أعمل موقع بعد كده باسم القناة مش هعرف. ففي أسباب كتيرة، بتمنى أن أنتوا تساعدوني وبتمنى أن أنتوا تدعموني في القرار ده. المعلق الجزائري المحترم حفيظ دراجي راح وزار منزل الكابتن محمد أبو تريكة. حفيظ دراجي نزل تغريدة على تويتر وكتب فيها: أحلى جلسة وأحلى غدا بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة. قرية ناهية دي طبعا في الجيزة، بلد الكابتن محمد أبو تريكة، وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة. شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن محمد أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري. بصوا يا جماعه، انا من هنا بقول لكم مبروك، الجزائر ان شاء الله هتفوز بالبطوله. ام ابو تريكه دعت لكم يا جماعه، ام ابو تريكه دعت له روح يا شيخ، ربنا يحبب فيه خلقه. ما اعتقدش ان في حد بيكره ابو تريكه، كلكم بتحب ابو تريكه، فان شاء الله دعواتها تستجاب ومنتخب الجزائر يفوز. وابو تريكه رجع رد على حفيظ دراجي وكتب: نتشرف بيك يا كابتن حفيظ، ونورت بيت الحاج محمد ابو تريكه الله يرحمه، ودائما الحاجه الوالده والعائله في الموعد. ورجع الكابتن حفيظ دراجي رد عليه وقال: الشرف ليا يا كابتن، انت عزيز وغالي، وانت مفخرة مصر والمصريين والجزائر والجزائريين وكل احرار العالم. ده حفيظ دراجي، ده ابو تريكة. عرفتوا ليه بحب الجزائر؟ عرفتوا ليه بحب حفيظ دراجي؟ دي من ضمن الاسباب، مش كل الاسباب طبعا، بس الحاجات الحلوة دي بتبين محبتنا، الحاجات الحلوة دي بتحببنا في بعض اكتر واكتر، ياريت نكتر منها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أنا بشكركم على المشاهدة، وما تنسوش اللايك والشير، وكل عام وأنتم بخير.